سياسية أو قيادية بارزة، كان قد انتشر خبر اغتياله ووفاته، وأنا أرى أن هذه الشخصية القيادية ما زالت على قيد الحياة، وأنا مسؤولة عن كلامي. سيشهد لبنان موجة تفجيرات وبطرق جديدة. شخصية سياسية أو قيادية بارزة، كان قد انتشر خبر اغتياله ووفاته حول العالم بالإعلام لفترة طويلة، ولكن سنرى هذه الشخصية بتظهر إلى العلن وعلى الإعلام، مما سيثير وبشكل صدمة عارمة للجميع، وأنا أرى أن هذه الشخصية القيادية ما زالت على قيد الحياة، وأنا مسؤولة عن كلامي.